هو موبايل أبليكيشن، الهدف منه هو تسهيل حياة المكفوفين في تنفيذ بعض الأعمال اليومية. التطبيق متواجد على الأندرويد وقريبا على iOS، وهو متوافق مع توك باك وعلى شكل زراير عمودية لسهولة التعامل. جزء منه يعمل بالأوامر الصوتية، وهذا بالطبع يحتاج إلى إنترنت، أما الجزء الآخر فيعمل بلمس الزراير، وهذا بدون إنترنت. المزايا في جزء الأوامر الصوتية: تسجيل آخر رقم غريب، اتصال، إرسال رسالة، طلب سيارة تاكسي من الشركات العاملة في مصر في هذا المجال. المزايا في جزء الزراير: تعرف على العملة، عد العملة، شحن الرصيد، اتصال بآخر رقم، الوقت والتاريخ. كما يتيح التطبيق للطلاب المكفوفين أو الذين يعانون ضعف الإبصار التحرك بسهولة ويسر والحصول على المساعدة اللازمة. يتم استخدام التطبيق من خلال الأوامر الصوتية على الهاتف المحمول، والتطبيق متاح مجاناً من أجل مساعدة المكفوفين وإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم، خصوصاً أن بعض الطلبة المكفوفين يهدرون معظم وقتهم في انتظار المرافق ليساعدهم في الحركة أو التحصيل الأكاديمي. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، مازلنا في مصر جميلة. تعالوا نكمل إننا نفتخر بشبابنا، كل شوية بنلاقي حاجة جميلة طالعة عندنا. النهاردة معانا اتنين من ضيوفنا الكرام من شباب مصر الجمال، قدروا إن هم يوصلوا لتطبيق معين على الموبايل فون إن هو يسهل العملية للمكفوفين، سواء عن طريق الصوت أو عن طريق اللمس. ما يبقاش بقى حد من إخواتنا المكفوفين قاعد عايز يتصل بحد، أو مثلا عايز يعمل سيف لرقم أو كده، يقول له لو سمحت ممكن حضرتك تكتب لي الرقم ده. لا خالص، بقى الموضوع سهل جدا، إنه يقدر يتحرك من خلال الكيباد بتاعة الموبايل فونز، من خلال الابليكيشن دي إنه هو يقدر يكتب اللي هو عايزه أو يدي فويس أوردر للابليكيشن أو الموبايل فون يعمل الكلام ده. معلومات كتيرة جدا هنتكلم فيها مع ضيوفي الكرام، هندسة مع صيدلة، هنعرف ضيوفنا. بس خلونا الأول نرحب بيهم. مهندس أحمد طه، بما أننا بنتكلم على البروجكت مانجر، أهلا بيك من كلية هندسة، أهلا بحضرتك. وكمان دكتورة سارة السعداني من كلية صيدلة، أهلا بيكي. أنت لسه طالبة صح؟ أنت اتخرجت؟ تمام، زي الفل. طيب خلونا نتكلم على الفكرة نفسها. مين ليديز فيرست بقى؟ احنا قدمتك أنت الأول، خلينا ناخد ليديز فيرست. أوكي، عايزين نعرف الفكرة نفسها جات إزاي. هو احنا اصلا تابع نشاط في الجامعه اسمه اناكتس. اناكتس ده هي منظمه عالميه موجوده في 36 دوله على مستوى العالم، ومعظم الجامعات في مصر. بنعمل مشروعات هدفها تنميه المجتمع، ومن خلال المشروعات دي بنتعلم رياده الاعمال. فاحنا في اول السنه بيكون عندنا زي ريسيرش كده، بندور على النيدز الموجوده في المجتمع، ومن خلال النيدز دي نقدر ان احنا نطلع سولوشنز ساتسفاي النيد دي، ويكون يعني حاجه بتدي حاجه الناس اللي احنا بنعمل عليها ريسيرش. فمن ضمن نيد اللي كانت موجودة هي نيد الكفيف، ان هو في حياته اليومية في حاجات بسيطة ما بيقدرش يعملها، بيحتاج لحد يساعده فيها. كان في برضو فكرة ان هو مثلا ما يقدرش يشتغل بسهولة غير بموضوع 5% موجودة في الشركة، وهي فعلا ما بتكونش بتشغله الشغل اللي هو يكون يعني ساتسفايد بيه ويعني وعجبه وعايزة يشتغل فعلا بإمكانياته. فجت بقى من هنا فكرة التطبيق، ان احنا عندنا زمايلنا في كلية هندسة جامعة القاهرة كانوا عاملين تطبيق في الموبايل كمشروع تخرج ليهم، ان هو بيشتغل زي يعني زي عين الموبايل، بيقرأ الفلوس مثلا، يتعرف على الاشياء وكده. قلنا ان احنا مثلا ممكن نوظف التطبيق ده ان هو فعلا يكون الكفيف، ان هو يساعده ان هو يكون عينه، بدل ما يحتاج لحد ان هو يعمل له حاجة هو يعملها لنفسه عن طريق التطبيق ده. هي فكرة عبقرية وجميلة جدا جدا، وبتخدمي بيها مجتمعك بالكامل، وممكن تخدمي بيها العالم كله. يعني الابلكيشن زي ده محترم جدا، فكرة عبقرية. مهندس أحمد، يعني خليني أرجع ورا شوية، ليه اختيار اسم سنة؟ هو الهدف من اختيار الابلكيشن انه انت محتاج حاجة دايما تسند عليها،
فالفكره بالنسبه للشخص الكفيف العقليه الموجوده انه لا هو دايما محتاج مرافق او حد يعتمد عليه او حد يساعده. فاحنا حبينا نلغي الموضوع ده، احنا هنخليك انت تعتمد على نفسك بنفسك عن طريق ان احنا هنوفر لك احتياجات يوميه. هو اي حد ممكن يكون شايف ان هي من حقه سهله، لا انت بالنسبه لك هي متوفره في موبايل ابلكيشن او في حاجه اوريدي بتستخدمها انت بشكل يومي او بشكل دايم في خلال اليوم، فانت مش محتاج حد يساعدك، انت هتكون سند لنفسك. فبالتالي ده كان يعني الفكره هنا جت لاسم الابلكيشن. تمام دكتوره ساره، يعني هل في ناس كتير عرفت بالتطبيق ده وابتدت تشتغل بيه فعلا ولا لسه؟ واحنا اصلا بدانا نلونش التطبيق في شهر 7 ولحد وعندنا صفحه على الفيسبوك ناس كتير، يعني بدانا ناكسس التطبيق ده جروبس على الفيسبوك وبدات ناس تتفاعل معانا، بدانا ننزل دور المكفوفين وبدا ناس تتفاعل معانا بشكل ايجابي جدا، لدرجه ان في ناس من المغرب وتونس والعراق كلمونا عن طريق الفيسبوك وكانوا بيسالوا هل التطبيق ده موجود عندهم في البلد بتاعتهم ويقدر يقرا العمله بتاعتهم ويشحن كروت الشحن عندهم وبيكون باللغه بتاعتهم او كده. فهو فعلا الناس متفاعله معاه بشكل كويس. طب والاجابه كانت ايه؟ انا يهمني اعرف الاجابه دي. الاجابه ان احنا الاول مستنيين احنا نتوسع في مصر الاول، يعني نغطي كل المحافظات على مستوى مصر ونوصل لاكبر ناس موجوده في مصر، وبعد كده الخطوه الجايه ان شاء الله ان هو نبدا نتوسع بيه بره مصر، لانه حاليا هو نازل على الاندرويد بس، فالطلبه اللي معانا كانوا عاملين كودنج للاندرويد بيتعلموا كودنج على الاي او اس، وان شاء الله ينزل قريب على الاي او اس، ولما ينزل هنبدا ننتشر بيه في مصر يعني بشكل اكبر، وبعدين ان شاء الله هينزل منه يعني ابديت ثانيه للبلاد الثانيه بيناسبوا اللغه بتاعتهم واستخدام الفلوس بتاعتهم وكل حاجه باذن الله. اثبتوا حقوق الملكيه عشان محدش ياخد الموضوع ده بره يعرف ان ده مصري بيور ايجيبشن صح؟ اثبتوا يعني. طب جميل. باشمهندس احمد، يعني خلينا نتكلم على ان في جزء بيعمل بالاوامر الصوتيه وجزء بيعمل بالزراير، ايه الفرق بين الاثنين وهل الاثنين موجودين في نفس الابلكيشن وانهون اسهل بالنسبه للمستخدم؟ اسمح لي الاول اعرف حاجه، هو الفكره ان معظم الناس دلوقتي ممكن تكون شايله موبايلات تاتش، كل الناس ممكن تكون شايله موبايلات تاتش سواء كان اندرويد او ايفون، بس الناس ما عندهاش فكره ان جوه الموبايل في حاجه اوريدي بيلت ان فيه موجوده بس عشان تخدم الشخص الكفيف. في حاجه اسمها توك باك او فويس اوفر، توك باك في الاندرويد وفويس اوفر في الايفون. فايده التوك باك او الفويس اوفر ان هو فعلا بيتعامل معاك على انك شخص كفيف، انت بمجرد ما بتشغل التوك باك او الفويس اوفر انت مطرح ما بتلمس على الشاشه الموبايل بيقول لك انت واقف على ايه. وعشان تختاره انت مثلا بتحتاج انت تعمل دبل كليك على الشاشه. تمام. في اي مكان، مش شرط في مكان معين. احنا مثلا ممكن نقلب من صفحه لصفحه ان احنا بنسوايب يمين شمال فوق تحت، لا بتشغل الفويس اوفر او التوك باك فانت بتسوايب بصبعين. فهم المكفوفين عرفوا التوك باك والفويس اوفر وعارفين ازاي يتعاملوا معاه. من هنا جت الفكره ان احنا عايزين نخلي الابلكيشن يخدم حاجتين، الجزء بتاع الفويس كوماند ان انت بتدي له امر معين وورا الامر ده بيكون فيه نص، ف بيحتاج انترنت، انت بتكلم الابلكيشن فمحتاج ان يكون في انترنت عشان الابلكيشن ياخد الامر ده. تمام. يترجمه الكلام ويدخل ينفذه. اما الجزء الثاني اللي هو بيكون باللمس انت مش بتحتاج فيه انترنت عشان برضو الابلكيشن ما يكونش ملوش لازمه لو انت ما معكش انترنت، انت بتحرك صباعك على الشاشه بشكل عمودي، وده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد استفسارات الناس اللي جات لنا ازاي نحسنه. اللي فيه بقيه الفيتشرز، ده بيكون في فيتشرز معينه وده بيكون في فيتشرز ثانيه معينه سواء كان اونلاين او اوفلاين. طب تقنيا يعني الموضوع ده اخذ منكم قد ايه دراسه وشغل عشان توصلوا للابلكيشن ده في الاخر؟ دراسه اخذ حوالي 5 شهور، الدراسه دي بتكلم فيها ان احنا ازاي نعمل مثلا البرمجه والكلام ده كله، وان احنا نجمع ايه احتياجات الناس اللي احنا هنحطها ان شاء الله في الابلكيشن، ده كان حوالي اخذ حوالي 5 شهور كتطبيق وكتنفيذ للموضوع على ارض الواقع. 4 شهور بالظبط. 4 شهور والله حاجة جميلة جدا. يمكن شايفين على الشاشة الاستخدام زي ما انت كنت بتحكوا لي، يمكن زمان كان في موبايلات خاصة او ستيل في موبايلات خاصة للمكفوفين، بس بيبقى الرقم 5 اللي في النص هو اللي متحكم في كل حاجة، هو اللي بيوجهك في كل حتة في الدنيا، بس ده ايام ما كان في زراير. دلوقتي الحاجات اللي كلها تاتش دي اعتقد هو الصوت اهم حاجة عشان يفرق بين الموضوع كله يعني. صح؟ صح. طيب تمام. سؤال فني برضو اخر، خلينا نروح للصيدله بقى نشوف هيفهم في الهندسه ولا ايه النظام. الابلكيشن ده بيحتاج كل شويه تعمل له ابديت ولا ما بيحتاجش؟ هو بيتعمل له ابديت لما بنكون بنعدل فيه حاجه فهو بيابديته. يعني احنا مثلا لما نزلنا بالتطبيق اول مره كنا غفلانين يعني على مشكله تقنيه كده فيه بتتعارض مع استخدام الكفيف للموبايل، فاول ما نزلنا وبدانا نخش الجروبس على الفيسبوك تواصل معانا حد يعني مختص في يعني كفيف بيستخدم الموبايل فاهم كويس، فقال لنا على المشكله دي فاحنا اشتغلنا عليها وعملنا ابديت، فبالتالي
لما عدلنا فيه حصل ابديت، فممكن هو مثلا الكفيف يعمل ابديت فيشوف التحديث ده. فكل ما احنا نعدل على التطبيق كل ما يابديت فيه باستمرار يعني. واحنا اوريدي على طول يعني شغالين ان شاء الله احنا نجمع فيدباك من الناس ونعرف منهم ايه رايهم وايه الحاجات اللي هم محتاجين ان هم يعدلوها او حاجات نزودها او كده، فمع الوقت بقى بنعمل ابديت باستمرار يعني باذن الله. طب مهندس احمد، يعني كتير من الشركات وكتير من البنوك بيعملوا ابلكيشن خاصه بيها، لكن الموضوع طبعا مش سهل لدرجه ان اي حد يعمل ابلكيشن. يعني واضح ان كان في تعب وجهد ودراسه وفريق عمل كبير وشغل جامد جدا. كلمنا عن الكواليس دي شويه عشان الناس تعرف برضو ان الموضوع مش هوبا دوسنا على زرار طلعنا ابلكيشن يا اخوانا. لا، هو الموضوع كان الاول انا وساره قسمنا الفريق ان هو هيكون فيه جزء هيكون شغال على الجزء التقني اللي هم كان زمايلنا في جامعه القاهره قسم اتصالات اللي شغالين على البرمجه والكودينج والكلام ده كله ما فاهمين فيها اكتر طبعا، فده كان الجزء الفريق التقني. بس الفكره ان احنا برضو كنا محتاجين فريق اداري يكون عارف ازاي يوصل المكفوفين، ينزل لدور المكفوفين، اي حاجه ممكن نحتاجها تخدم الابلكيشن بشكل غير مباشر لكن في المستقبل بعد كده ممكن تساعدنا، سواء مثلا كانت ماركتنج او سيلز او الكلام ده كله. المشاكل اللي كانت بتواجهنا انه انت فعلا ممكن يكون عندك حاجه الشخص الكفيف طلبها او محتاجها، لكن مع الاسف انت في ليفل معين انت مش قادر تتخطاه عشان انت لسه ما عندكش العلم الكافي بالنسبه له. فالفكره ان انت كانت بتيجي بقى انت ازاي هتخرج شويه بره حته ان انت انا مش هنفذ اللي انا متعلمه في الجامعه بس، لا ده انا هدخل على الانترنت واعلم نفسي بنفسي حاجات احسن واحسن عشان بعد كده اقدر انفذ للشخص الكفيف ده. مش كل الحاجات اللي في الابلكيشن دلوقتي بمجرد الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الجامعه. مهارات الماركتنج والسيلز مش شرط ان احنا كلها بس اللي احنا اخدناها، لا هو الواحد بس الفكره ازاي هيحاول يطور من نفسه ويساعد نفسه ان هو يكبر. المشاكل التانية كانت مثلا ممكن تواجهنا الناس ما كانت بتكون متقبلة اصلا ازاي الشخص الكفيف هيتعامل مع الموبايل. انت كنت بتتعب ان انت تفهم الناس ان فعلا الشخص الكفيف بيتعامل مع الموبايل والكمبيوتر زيه زيك بالظبط، هو بس مع اضافة صغيرة اللي هي مثلا التوك باك او الفويس اوفر. فحتة ان انت اصلا تاخد الانيشيتيف او تاخد البداية ان انت تتكلم مع حد في منطق زي ده عشان يساعدك او يوجهك عامة ما كانتش بتكون موجودة. انت صعب بالظبط، انت كنت بتحس ان انت بتبني حاجة من العدم. انت المبدا الاساسي ان انت تتعامل مع الموبايل ان انت تكون شايفه، طب انا مش شايفه يبقى ما فيش موبايل. دي كانت فكره الناس. فده اللي احنا حاولنا مع الاول ان احنا نطوره ونحسنه، وده اللي ساعدنا بعد كده لما نزل الابلكيشن ان احنا كان معانا ناس اللي احنا اوريدي فهمناها دي اللي بدات تسندنا وتزق معانا انه لا يا جماعه المبدا موجود وادي اول مثال ليه اهو. وبعد كده الناس فعلا بدات تصدق، فالناس بدات تشجعنا وتوصلنا مكفوفين اكتر، جمعيات اكتر والكلام ده كله. ده جميل. طيب احنا لسه يمكن في الفقره الاولانيه كنا بنتكلم على التكنولوجي والمبادرات واللي علاقه بالتكنولوجي، هل تواصلتوا مع حد في وزاره الاتصالات مثلا عشان خاطر تعمموا المشروع دوت للناس كلها او توصلوا اكتر للمكفوفين في اماكنهم مثلا؟ في ناس ممكن ما تقدرش توصل لكم، فهل تواصلتوا مع مسؤولين ان انتوا تعملوا ماركتنج اكتر للموضوع ده في بلدنا؟ هو احنا كنا يعني في الاول بنحاول ننزل دور المكفوفين عشان ده يعني دول كان اكتر اماكن نقدر نلاقي فيها مكفوفين نتواصل معاهم. ففعلا كنا بنسعى ان احنا نجيب تصاريح من الوزاره وان احنا نقدر ننزل دور المكفوفين ونتواصل معاهم. كنا برضو بنحاول نوصل لعدد اكبر عن طريق السوشيال ميديا، ده كان بيساعدنا اكتر ان هو بيكون ليهم زي مجتمعات كده على الفيسبوك او جروبس. بمجرد ما بيكون في حاجه كويسه وبتنتشر يعني بتنتشر بسهوله جدا خلال السوشيال ميديا بالنسبه لهم. السوشيال ميديا هي النمبر 1 طبعا، السوشيال ميديا محدش يقدر ينكر اهميتها دلوقتي، لكن برضو لازم في اتصالات وحاجات تحصل عشان خاطر نماركت اكتر. واحنا ان شاء الله ده احنا بنحاول احنا نشتغل الموضوع ده الفتره الجايه، هنوصل لناس يعني مسؤوله يعني هي تساعدنا في الموضوع ده تدعمنا. بس يعني اللي احنا عملناه ان احنا عرفنا ناخد تصاريح بس احنا ننزل دور المكفوفين او كده. طيب مهندس احمد، التكنولوجي بما انك مهندس يعني فيها الكويس والوحش، انت اخترت الجانب الكويس ان انت تشتغل عليه عشان تفيد بيه مجتمعك ودي حاجه كويسه. بعض الناس بتسيء استخدام التكنولوجي، وبعض الناس مش لازم تسيء يعني تستخدمه في حاجه وحشه لكن بتسيء لنفسها، تفضل طول النهار ماسكه الموبايل وعماله مركزه، اولا بتفقد عينيها وبتفقد تركيزها وبتفقد انها تفكر وتفقد الذاكره ونخش في زهايمر والحاجات دي كلها. لكن ازاي اقدر اعمل البالانس او التوازن بين ان انا اخد الحلو اللي يفيدني وابعد عن اللي يسيء ليا؟ دي نمره واحد. وازاي اخد البالانس ان انا اخد الحاجة كويسة وفي نفس الوقت ما ضرش نفسي؟ هو العامل الأساسي في الأول وفي الآخر هو الشخص نفسه. يعني الشخص لو ما عندوش القدرة إن هو يتحكم في نفسه ده العامل الرئيسي، هو لازم يكون عارف إزاي يتحكم في نفسه. لأن الحاجة اللي بتلهيك دي هي ممكن ما تكونش موبايل، هي ممكن تكون ورقة. أنت ممكن تمسك الورقة تكرمشها وترميها ما يكونش ليها استخدام، أنت ممكن تمسك الورقة تكتب فيها.
فهو الفكره مش في ايه الحاجه اللي انت مستخدمها عامه، الفكره في شخصيه اللي بيستخدمها. يعني هو زي ما بيقولوا هي سلاح ذو حدين، هو اي حاجه عامه سلاح ذو حدين، هي تعتمد على الشخص اللي بيستخدمها. لكن في مجال التكنولوجيا او الموبايل زي ما حضرتك بتقول، الفكره انت بتوظف الابلكيشن بتاعك في ايه. انت عامل ابلكيشن يخدم حاجه معينه، انت عامل ابلكيشن عشان يساعد الناس تكونكت، بس انت بدات مثلا تدخل عليه فيديوز وصور، فالناس هتتلهي عن المبدا الاساسي بتاع الابلكيشن. عامل ابلكيشن عشان لعب، طب حلو، بدات تدخل فيه حاجات تانية مش ريتد دي مثلا، سواء شاتس بقى أو يعني قصدي انه الناس هتبدا تتلهي عن المبدا الرئيسي للابلكيشن ايا كان هو ايه، او الموبايل ايا كان هو ايه، لو انت نفسك ما عندكش راضي لنفسك. فهو المبدا بيجي منك انت على ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدمها، سواء كانت موبايل او اي حاجه تانية. صحيح، كلام محترم واجابه عجبتني بصراحه، لانها مش اجابه دبلوماسيه، دي اجابه حقيقيه بتقول كل ما هو مفيد بجد يعني. طيب خليني نروح لدكتور ساره، يمكن عشان بس الوقت جري مننا بسرعه، عايز نفس السؤال اللي سالته لشبابنا الجميل اللي كان موجود معانا قبل كده. رساله للشباب اللي عنده فكره واللي عنده بذره فكره انه يؤمن بيها وانه يشتغل وانه يدرسها كويس وان هو يوصلها للمجتمع، وان بعض الشخصيات برضو بتبقى فيه نوع من انواع بس السلبيه، يا عم اقعد بقى على جنب انت اللي هتظبط لنا الدنيا، يا عم كبر دماغك وجع دماغه بتاعه وكلام من ده، تقولي للشباب ده ايه؟ مبدئيا انت ما تهتمش بالناس اللي بتحاول ان هي تعطلك او ان هي تحارب نجاحك. طول ما انت مصدق في الحاجه اللي انت بتعملها وشايف ان دي الحاجه الصح، خليك وراها، اشتغل على نفسك كتير جدا، نمي من نفسك عشان تبقى الناس هي اللي بتجري وراك وعايزه تعرف ايه اللي عندك اللي انت تقدر تقدمه. بس ما تهتمش لحد يعني، وحاول تشتغل على نفسك كتير وتطور من نفسك بالذات في فترة الجامعة، تستغل بقى الفرصة ان انت ممكن تجرب حاجة وتتعلم منها وتغلط، لان بعد كده لما نتخرج ونشتغل ما بيكونش فيه فرصة قوي ان انت مثلا تغلط وتتعلم بالظبط. فتعلم بقى في الفترة دي، اشتغل على نفسك كتير، ولو عندك فكرة خليك وراها وكبرها، لان احنا فعلا اوريدي كان في افكار بسيطة عندنا ناس في إنعكتس بدأوا ان هم يعملوا منها مشروعات. فيعني ما تستسلمش ولا يعني الناس اللي هي بتحارب النجاح ويرجموك يعني لحد ما. كلام محترم باشمهندس احمد، نفس السؤال. هو يعني اضافه على كلام ساره، هو الواحد لو دايما فكر في كلام الناس هيكون رايهم ايه في الاول وفي الاخر مش هينجز حاجه. هو في الاول وفي الاخر انت لازم تشوف انت عايز تحقق ايه وتبدا تسعى له، وحاول فعلا تستغل فتره الجامعه، لانه انت على قد ما تقدر هتلاقي الجامعه دايما بتوفر لك السبل اللي ممكن ما تلاقيهاش بعدين بره. انت الجامعه عندك ناس كتير، عندك كليات مختلفة، عندك أدمغة مختلفة، سنين وأعمار مختلفة سواء دكاترة أو طلاب، فأنت عندك المجال إن أنت تجرب في كذا شريحة وتغطي أحسن تجربة بالنسبة للفكرة بتاعتك إيه هي وتجربها على كذا حد. لكن بعد كده أنت هتلاقي نفسك في مجتمع واحد بس بتاع الشغل اللي أنت فيه، في المجال اللي أنت فيه مختص بحاجة واحدة بس، مش هتقدر تجمع أفكار كتير، وغالبا بقى هتتلهي في الحياة العملية، مش هيكون عندك مجال إن أنت فعلا تتعلم. صحيح. على العموم للأسف الفقرة وقتها خلص، لكن أنا بجد فخور بيكوا بجد يعني، بشكره شكرا جزيلا الدكتور ساره السعداني كليه الصيدله، شكرا جزيلا. ومهندس احمد طه البروجكت مانجر بتاع الابلكيشن، بشكرك شكرا جزيلا، فكره عبقريه، فكره جميله بتفيد المجتمع، هم دول شباب مصر اللي يفرح. بصوا على الجانب الايجابي دايما، عندنا في مصر حاجات حلوه كتير جدا. لما يبقى عندك تاني هقول لك نفس الكلمه، عندك شباب زي ده تقدر بالليل تنام وانت مستريح وتغمض عينيك تقول بكره احلى بكتير ان شاء الله وباذن الله. تعالوا نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نتكلم على العمل وازاي نقدر ان احنا نستمتع بشغلنا ونحبه عشان خاطر يدينا نتيجه كويسه. فاصل صغير.